في غالبية الأحيان مرض الكلى تكون صامت إلا في حالة حادة مصحوبة بأعراض. داوني ندوز لمن علق لي الراديو قال لي عندك هذا طالع لك من طانسيو داك الشيء اللي شدني بداني في الوجه على الفراق صافي تقاسي لي الكلاوي والغضان غدان اللي تيخدعوا لهاد النوعيه ديال الغسيل تيجيو بصفه منتظمه عندنا هنايا. الناس اللي عندهم امراض تتصيب العديد من الاعضاء كالسكري وارتفاع الضغط الدموي خاصهم سنويا يعرفوا راسهم واش مصابين ولا لا. هاد الصيام المتقطع الى درنا 16 ساعه وفطرنا 8 السوايع خاصنا نعرفوا في ديك 8 السوايع شنو غادي ناكلوا. كليتين عضوان عند كل انسان اللي مخلقوا من قبل ما يخلق الانسان تيبداو الخدمه ديالهم وتيكملوا التطور ديالهم في المراحل الاولى من الحياه باش يؤديوا ثلاثه ديال الوظائف. وظائف اساسيه الاولى اللي معروفه هي تصفيه الدم من الشوائب اللي فيه وكل شيء تعرف اننا تنتخلصوا في البول من المواد اللي الجسم عنده فائض منها او خاصو يتخلص منها لانها غتشكل تسمم الى بقات. ولكن كاين وظيفتين اخرين اللي خصنا نركزوا عليهم كذلك واللي عندهم اهميه كبيره ملي غنتكلموا على الامراض. الوظيفه الثانيه هي الحفاظ على توازن المياه ديال الجسم. تنعرفوا اننا الا تناولنا كميه كبيره من المياه تنتبولوا اكثر وفي العكس الا تناولنا كميه قليله من المياه كما هو الحال في شهر رمضان مثلا واذا كانت الحراره مرتفعه او غير ذلك من الظروف كميه البول تتكون اقل بكثير. الوظيفه الثالثه قليل اللي تعرفها ولكن هي اساسيه كذلك هي انتاج عديد من الهرمونات. يمكن ان نعتبروا الكليتين كغدتين تنتجوا هرمونات متعدده، هرمونات اللي كتحكم في الضغط الدموي، هرمونات اللي كتحكم في النمو، اللي كتحكم في انتاج الكريات الحمراء، وبالتالي اي قصور في هذه الهرمونات تقدر يؤدي الى فقر الدم، الى قصر القامه الى بدا في مرحله ديال النمو، الى مشاكل في العظام والمفاصل لانه عندنا كذلك هرمونات اللي كتحكم في الكالسيوم والفيتامين دي وما عنده علاقه بالعظام. هادشي كله تجعل من الكليتين عضوين مدهشين. هذه الكلمه مدهشين ماشي كلمه ديالي، هذا هو المصطلح اللي مخدماه الجمعيه العالميه للكلى باش تكلم على عضوين اللي غادي يؤديوا وظائف متعدده واللي في حاله القصور او الفشل ديال هذه الوظائف تتكون مضاعفات اللي يمكننا نتكلموا عليها. المشكلات السيده تتعاني من واحد المرض اللي تيقولوا له بالعاميه مرض الديبا اللي تيقدر يصيب بزاف ديال الاعضاء في الجسم في نفس الوقت. اذا السيده استقبلناها في المصلحه ديالنا على ود لان الكلى ديالها مقيوسين بهذا المرض. هي في جميع المستشفيات الجامعيه تيكون عندنا هذا النمط ديال تتبع ديال المرضى، اي انه فريق كامل تيتكلف بالمرضى من اساتذه واطباء وطاقم شبه طبي وتنسميوها لا فيزيت لانه تنزوروا المرضى كاملين بواحد بواحد وتنتبعوا الحاله العلاجيه ديالهم. كريش شده عا شي سيمانه هادي باش شده هنايا راه عضات الفم ديالها داك الشيء اللي شده داك الشيء اللي شدني بداني في الوجه على الفراق صافي تقاسوا لي الكلاوي والغضان سخانة. السلام عليكم. السلام عليكم شيفا لاباس كي بقيتي شويه دونك سي اون باسيونت كي ا ايتي ادميس بور بريز ان شارج دون انسوفيزونس رينال رابيدمون بروغريسيف اي ساجي دو نيرا طونسيون. مازال ما تعبراتش كانت الصباح نعبروها لك هاد الصباح عبرها لك اها شحال لقى اييه ما تنعرفش حتى تقول لي راه عندك مزيان وتيخرج واخ ما كنعرف باش نشوفوا واش كنا ولا لا اها عبر لي قبيله الصباح كان عندي المشكل في راسي حسيت براسي ضرني نهار الخميس من ضرني نهار الخميس علاش هي تزير راسي بقيت من الغدا الجمعه في الصباح بقيت كنقل
نقول غير خضوره والصفوره. داوني ندوز لمنين علق لي الراديو قال لي عندك هذا طالع لك من علي بزاف طانسيو واخا لا شكرا. حنا نرجعوا عند يرجعوا عند التليفون دابا شي الامراض الحاده فيها انواع متعدده واسباب متعدده. الاسباب اللي يمكننا نتكلموا عليها عندها علاقه بالجهاز المناعي، عندها علاقه بتعفنات، عندها علاقه بامراض وراثيه، عندها علاقه بامراض ديال الجهاز البولي مثلا الحصى في الكلي اللي كلشي تعرفها اللي هي لانها تتادي الحريق بزاف خلافا لبقيه الامراض ديال الكليتين تتعطي هذا. وكاين امراض اللي عامه تتشمل العديد من الاعضاء وتتصاب فيها الكليتين كاعضاء من اعضاء الجسم اللي تصابت بعض المرات باسباب عندها علاقه بالجهاز المناعي. هذه الاسباب هذه خاصه بالامراض الحاده، ولكن كاينه كذلك امراض اللي تقدر تعطينا حالات حاده وحالات مزمنه، واللي اهمها مرضان اساسيان هما ارتفاع الضغط الدموي ومرض السكري. هاد المرضين اللي تيشكلوا اكثر من 50% ديال مسببات القصور الكلوي المزمن. هناك اسباب اخرى يمكننا نذكروا منها على سبيل المثال لا الحصر لانه الامثله كثيره، امراض اللي متعلقه بالاطفال اللي تكون تشوهات مثلا في الجهاز البولي او بعض الاسباب اللي كتؤدي الى انتقال المرض عن طريق الوراثه واللي كنشخصوها في سن مبكره في اغلبيه الحالات. كل مرة تكون عندنا مسبب من مسببات أمراض الكلي تنلجؤوا لوسائل التشخيص، لأنه في غالبية الأحيان مرض الكلي تكون صامت إلا في حالة حادة مصحوبة بأعراض ديال المرض اللي أدى لإصابة بأمراض الكليتين، أو إذا كان المرض المزمن وصل لواحد المرحلة متقدمة. وبما أنه مرض في غالبية الأحيان صامت تنقلبوا على تنستعملوا التحاليل والأشعة والتشخيص بصفة كبيرة، لأن هي اللي تتمكننا نتعرفوا على الأسباب وفين المراحل وشنو غادي نديروا من بعد. بصفة دائما تنقلبوا الضغط الدموي، دائما تنشوفوا كمية البول، دائما تنشوفوا مكونات البول عن طريق التحاليل ديالو باش نشوفوا شنو فيه، شنو قدر الانسان يتخلص منه في البول، وتنديروا التحاليل في المقابل ديال الدم باش نشوفوا شنو اللي ما تخلصش منه في الدم وشنو باقي، وتنديروا التحاليل اللي تتوجهنا الى السبب، وهنايا تندخلوا في وسائل متخصصه. من ناحيه ديال التشخيص بالاشعه، الفحص بالصدى عنده اهميه كبيره عند مرضى القصور الكلوي، وتنديروه لجميع مرضى القصور الكلوي لانه تيمكننا ان يوجهنا واش كاين شي سبب مثلا وراثي كتكيس الكليتين اللي هو مرض منتشر واللي تنقدروا نشوفوه من خلال فحص الصدى. تيقدر يمكننا نشوفوا واش كاين مرض في الجهاز البولي، الا كان انسداد تعطينا واحد النقاط اللي يمكننا نتعرفوا عليها والانتفاخ اللي يمكننا نشوفوه في الكليتين. تنشوفوا كذلك الحجم ديال الكليتين، لانه ملي تكون مرض مزمن الكليتين تتقلص الحجم ديالها وتتصغر بشويه بشويه مع نقص في الوظيفه، كاين كذلك نقص في الحجم ديال الكليتين اللي تطرا مع المده، وهو مؤشر اللي يمكننا اننا نتعرفوا على السبب. هنايا عندنا وحدات قاعه مخصصه للعمليات البسيطه، مثلا عمليه وخز الكلي بونكسيون بيوبسي رينال، ولا عمليه القسطره لشريان عند الرقبه ولا عند الفخذ، يعني لا بوز دو كاتيتر جوغولير او فيمورال. هاد القسطره تكون في حاله مستعجله ولا في حاله بروغرامي، يعني تنحطوا داك التيو فيما تنقول لو كاتيتر اللي تيبقى دائما اللي تيصلح لعمليه الغسيل الدم في حاله مزمنه. هاد العمليه تنديروها ناخذوا الصوره ديال الكلي ديالنا، تناخذوا المسافه اللازمه، وداك الساعات عاد اون في لا بونكسيون بيوبسي رينال اليد دان تروكار اللي تيمكننا ناخذوا واحد العينه صغيره من الكلوه اللي داك الساعات داك العينه
تنعطيوها للطبيب التشريح باش تيقراها لنا باش يعطينا تشخيص للمرض. في الحالات اللي تنعتقدوا انها حاده واللي ما كاينش الاسباب واضحه ديالها بطريقه مباشره، تنحتاجوا بعض المرات الى تحاليل اضافيه. مثلا هنا في مصلحه ديال مرض الكلي في المستشفى الجامعي حسن ثاني بفاس، عندنا تقريبا 200 مره في السنه تيستافدوا مرضى من اخذ عينه من الكليتين، تنديروا واحد الغزاله بيوبسي وتنشوفوها تحت المجهر، وتن بعد ما تدوز من بعد العديد من المراحل، وتمكنوا يمكن لها الفحص المجهري من اننا نتوجهوا للسبب اللي ادى الوظيفه ديال القصور ولا المرض ديال الكليتين، ويقدر يوجهنا كذلك للعلاج المناسب لذاك الحاله، لاننا سنعتقد في هذه الحاله هذه انه كاين علاج بما اننا في حاله حاده، وتقدر يعطينا كذلك فكره على شنو هو اللي يقدر يوقع في الفتره المقبله على المدى القصير والمتوسط والبعيد. اذا هذا التشخيص هذا عنده دور كبير في اخذ القرارات عند المرضى القصور الكلوي خاصه في الحالات الحاده. هذه وحده غسيل بيريتون، هي نوعيه من الغسيل. الطريقه الثانيه للغسيل هي الغسيل بيريتوني، يعني ماشي غسيل الدم، غسيل تيوقع عن طريق البيريتوان، يعني بالعاميه تنقولوا له صفاق الكرش اللي تنستعملوه كمومبران بوغ ليبوراسيون، يعني اللي تنستعملوه كغشاء اللي تيمكننا تبادلات ما بين الدم وواحد لو ليكيد ستيريل اللي تنديروه داخل البطن ديال المريض، وهذاك البيريتوان تيمكن تبادلات ما بين الدم وواحد المحلول اللي هو معقم. المرضى اللي تيخضعوا لهاد النوعيه ديال الغسيل تيجيو بصفه منتظمه عندنا هنايا، سيتادير دون فاسون بيريوديك بوغ لا سورفيونس، المراقبه، تحاليل الدم، ليكزامان كلينيك، لا طونسيون ارتيريال، يعني كاع بوغ لا سورفيونس دو تريتمون. وفي هاد الوحده النيت تنقومو ب لي بريليفمون نيسيسير نوتامون بوغ لو سويفي اي لادابتاسيون دو تريتمون. ملي تنتكلموا على سبب تنتكلموا على علاج مرتبط بالسبب، ما يمكنش علاج واحد لجميع امراض الكلى. ملي تيكون مرتبط بالسكري خصنا نتحكموا في السكري، نتحكموا في الضغط الدموي، نتحكموا في الامراض الوراثيه، نتحكموا في الامراض التعفنيه اللي عندها علاقه بالجهاز المناعي وغيرها. هذا جانب من الجواب. الجانب الثاني من الجواب هو مرتبط بالمرحله. واش مرض مزمن اللي مشى في مراحل وصل لمرحله متقدمه، وإذا كانت مرحلة نهائية أي فشل كلوي تام، ولا خصنا نعوضوا الوظيفة بوسائل اللي هي ثلاثة، زرع الكلية هو العلاج الأمثل، تصفية الدم في مراكز ديال الدياليز هو حل ثاني، وتصفية الدم عن طريق الغسيل البيريتوني واللي تتم في البيت هو العلاج الثالث. ولكن ما كايناش غير المرحلة النهائية اللي تيعرفها الجميع، لأنها مكلفة، لأنها تتأدي لمضاعفات كبيرة، لأنها تتأدي للوفاة، ولأنها هي اللي تتسرع الانتباه، لأنه الناس تيكونوا إلا ما لقاوش بلاصة في الدياليز تيكون عندنا واحد الوقع كبير. كاين كذلك عدد كبير من الناس اللي محتاجين العلاج في مراحل قبل من هذه باش نتفاداو الوصول للمرحلة النهائية. وهنايا كاينه ادويه متعدده لتاخير وتيره تطور مرض الكلي باش ما يوصلش للمرحله النهائيه. السلام عليكم. بونجور. دونك لا بقيتي شويه؟ بخير مزيان الحمد لله. شويه الحمد لله صحيحه؟ لا دوزت الحمد لله. اللهم لك الحمد. السيد كان استقبلناه في حاله مستعجله لتشخيص قصور كلوي متطور جدا. هاد المريض ما عرفناش واش هو مرض هو قصور كلوي مزمن ولا حد، لذلك تيخضع دابا حاليا للتصفيه ديال الدم في حاله مستعجله، يعني في اطار قصور كلوي حد، وتشخيص المرض في طور الانجاز. حسيت براسي بزاف عيان، هذاك الشيء علاش فيها الراس ديالي الدخان، التاتي ديالي التقيه، كلشي متابعيني غير بشويه، ولكن انا كنحس بصحتي بتحس مزيان. حاليا في المغرب
اكثر من 35 الف واحد يقوم بتصفيه ديال الدم بصفه مزمنه. هاد 35 الف ما يمكن لهم يخرجوا من دياليز الا الى زرعوا كلوه ولا الى قدر الله للوفاه. ما بينات هاد الاختيارين حنا الان ما تنقدموش عرض كافي لزرع الكليه، وخاصنا ان شاء الله من بعد ما المغرب يتقدم الحمد لله في نوعيه العلاج في الحالات الحاده، في كميه العلاج اللي قدرنا نقول هذه الكلمه، بتوفير العدد الكافي من مراكز تصفيه الدم باش نوفروها للناس. بقى لنا الجزء الثالث من هذا الثالوث اللي هو نوفروا زرع الكليه. ما ننساش باش نختم هذا الجانب ديال العلاج انه كاين جانب ديال قبل ما نوصلوا لهذه المراحل النهائيه ديال الوقايه، الوقايه الاوليه من خلال العنايه بامراض تتؤدي لمضاعفات عند الكلي، مثلا السكري وارتفاع الضغط الدموي اللي اكدت عليهم بزاف د المرات، وكذلك مراحل تنسميوها الوقايه الثانويه اللي هي وقايه عند الناس اللي تصابوا ولكن تنخدموا وسائل الوقايه باش ما يتفاقمش الوضع بسرعه وباش نربحوا اكبر عدد ممكن من السنين باش ما نوصلوش للمرحله المتقدمه بسرعه. المستشفى الجامعي عنده دور كبير في التكوين، وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه كذلك، تيجيو طلبه، تيجيو اطباء في طور التخصص، وكذلك عاملين في القطاع الطبي اللي هما ممرضين وغيرهم اللي تيجيو في التكوين ديالهم في المصلحه اللي عندها دور كبير لانها تتوفر جميع وسائل العلاج بصفه متكامله. ولكن كذلك عندنا اختيارات ملي تكون عندنا وسائل تصفيه سنوفرها بجميع الوسائل ولا الماركات ديال الاجهزه المتوفره، اي اننا هذا الدور اللي عندنا في التكوين سنركزوا عليه بواحد الصفه كبيره. عندنا كذلك دور في البحث العلمي، وهنايا المستشفى الجامعي بشراكه مع كليه الطب والصيدله وطب الاسنان بفاس عندنا مختبر خاص بامراض الكليتين، تنديروا فيه البحث حول الحصى ديال الكليتين ومع التشخيص، والحمد لله من المراكز القليله اللي تقدر توفر هذه الخدمات هذه. عندنا تخصص في امراض الكلي الوراثيه والتشخيص ديالها، واللي في المختبر تيقوم فيه بواحد الدور كبير، وعندنا ابحاث علميه في مجالات اخرى مرتبطه بامراض الكلي، خاصه تصفيه الماء ديال الدياليز، خاصه الامراض اللي عندها علاقه بالتعفنات واللي تنركزوا عليها في الابحاث ديالنا حول هذا الموضوع. السلام عليكم. بونجور. Pour pouvoir discuter les dossiers avec les urologues, espérant le meilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Morale 5-5. Parfait. المريض اللي معنا هو مريض من دولة السنغال الشقيقة، دونك جا باش يستفاد عندنا باش نجهزوا الملف ديالو للتبرع. كما كتعرفوا المصلحة ديالنا كتوفر على وحدة ديال الزراعة، هذه الوحدة ديال الزراعة اللي كنقوموا فيها بتجهيز الملفات ديال المرضى ديالنا للزراعة، كنقوموا بالتحاليل الطبية والتحاليل البيولوجية والتحاليل تو سكي باراميديكال باش المريض يكون واجد للزراعة، باش نعرفوا واش هذه الزراعة واش هي ممكنة ولا ما ممكنهش في جميع الحالات، وباش كنقدروا نناقشوا هذا الشيء مع الأطباء الجراحين ديالنا باش الزراعة إن شاء الله تدوز في أحسن الأحوال. كان مون فري إي مالاد، جو سوي فوني إيسي بور دوماندي دو ليد بور سوانيي أ لوبيتال. إذا نتكلموا على زرع الكلية تنتكلموا على مستشفى جامعي مستوى مرتفع، مستوى اللي تيوفر خدمات متكاملة من ناحية ديال المختبرات ديالو، من ناحية ديال مصالح الأشعة ديالو، مصالح الإنعاش، المصلحة ديال الزراعة ديال ولا جراحة ديال المسالك البولية، وكذلك مصلحة ديال الطب الكلي. ولكن كاين كذلك متدخلين آخرين من ناحية القانونية، جهاز قانوني في المستشفى الجامعي اللي تيسهر على المراحل ديال هذه العملية هذه، منسقين ديال هذا التعاون ما بينات مختلف المتدخلين. ملي كنتكلموا على زرع الكلي تنتكلموا على خدمه تنتظرها المواطن المغربي. ما يمكنش نكون عند 35 الف واحد تيدير الدياليز وتنديروا 50 عمليه ديال زرع الكليه في العام، تنتظرها المواطن المغربي. عندنا الكفاءات باش نوفروها، الاراده خاصها تمشي في هذا الاتجاه هذا وتترفع من المستوى ديال المستشفى بصفه عامه.
عناية بأمراض الكلى بين يدينا كذلك، ماشي مسؤولية الطبيب أو الطاقم الطبي وشبه الطبي بصفة عامة. علاش هي مسؤوليتنا؟ لانه مرض صامت ولكن عنده مسببات. الناس اللي عندهم حالات ديال المرض الكلي في العائله خاصهم حتى هما يشوفوا وراسهم واش مصابين ولا لا واش بهذا المرض الصامت. الناس اللي عندهم امراض تصيب العديد من الاعضاء كالسكري وارتفاع الضغط الدموي خاصهم سنويا يعرفوا راسهم واش مصابين ولا لا. ملي كنتجاوزوا واحد السن ديال 60 سنه خاصنا نكونوا عارفين راسنا من خلال تحاليل واش مصابين ولا غير مصابين باش نتكفلوا بهم. الا كنا مصابين بواحد المرحله في واحد المرحله معينه عندنا ما نديروا كاشخاص باش نساهموا في العلاج ديالنا بمرافقه الطاقم ديال العلاج. هنايا خصنا نحترموا الحميه، خصنا نحترموا الادويه ديالنا، وخصنا استشاره منتظمه. تجي مراحل متعدده، تيجي رمضان واش غنصوم ولا ما غنصومش، تيجي العيد واش غناكل هادشي ولا ما غناكلوش، تيجي اصابه بمرض اخر واش داك الدواء اللي تعطاني في داك المرض الاخر واش يمكن لي ناخذو ولا ما ناخذوش، تيجي غادي نحتاج واحد السكانير فيه واحد الماده غندوزها في العرق واش يمكن لي ولا ما يمكنليش لانني مصاب بالكليتين. وهاد الدور هذا تتضافروا فيه الجهود وتيكون دورنا جميع ودوركم انتم كاعلام في التوعيه تنشكركم عليه، لانه خاصنا نتكلموا على مرض اللي تيشكل حاليا ثلث ديال مصاريف ديال العلاج على المستوى الوطني الى خدينا جميع الامراض، اي انه مكلف عنده وقع على 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 المرضى وخاصنا نتكلموا عليه. اهلا بكم. مؤخرا ولينا كنسمعوا بزاف ديال الناس كيهضروا على الصيام المتقطع والايجابيات ديالو. شنو هو هذا الصيام المتقطع؟ هو اننا كنصوموا 16 ساعه وكنفطروا 8 ديال السوايع. هاد 16 ساعه اللي كنصوموا فيها ممكن اننا ناخذوا الماء، ممكن أن ايضا اننا ناخذوا بعض المشروبات اللي كتكون صايبه من الاعشاب ولكن ما يكونش فيها السكر. خلال هاد 16 ساعه اللي كنصوموا فالجسم ديالنا كيبان عليه مجموعه من الايجابيات اللي كترجع بالنفع علينا، حيث اننا كنلاحظوا انه كيكون عندنا تحسن ديال المزاج، كيكون عندنا واحد الراحه على مستوى الجهاز الهضمي. بالنسبه ايضا للاشخاص اللي كيعانيوا من مقاومه الانسولين فكنلاحظوا انه كتزاد الحساسيه ديال الانسولين والانسولين ما كيبقاش يتفرز بزاف وبالتالي كتنقص عندنا هذه المقاومه. ايضا بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مرض السكري رقم 2 فتا هما كيكون عندهم تحسن على مستوى نسبه السكر في الدم. ايضا بالنسبه للاشخاص اللي كيستعملوه فممكن انه يعطيهم من بعد كاوبجيكتيف نقص في الوزن. فمن بين الطرق المعتمده مؤخرا للنقص في الوزن هو الطريقه ديال الصيام المتقطع. هذا الصيام المتقطع الى درناه 16 ساعه وفطرنا 8 سوايع خاصنا نعرفوا في ديك 8 سوايع شنو غادي ناكلو. يستحسن اننا نراقبوا نوع الاغذيه اللي كناخذو، ما تكونش غنيه بالسعرات الحراريه، ما يكونش فيها سكريات بزاف. اذا الصيام المتقطع هو من بين الانظمه المستعمله لتحسين جوده الصحه، ممكن ايضا نستعملوه للنقص في الوزن. موضوع جديد في الحلقة المقبلة من فقرة حميل في السك الأسبوع المقبل بإذن الله.